ربنا جعلني فضل من عنده، يعني الرياضي الوحيد في العالم رجع للتصنيف العالمي تاني بعد فشل في النخاع العظمي اللي هو اخطر من سرطان بعد 7 سنين مرض. فلما طلب مني في كل حته في العالم ان اعمل حاجه تخص المجتمع، انا ما كنتش شايف ان اقدر اقدم حاجه غير الامل، وبقيت اقيس على تجربتي اللي ممكن اعمله للناس ايه. فانا مش عايز الرسائل التحفيزيه بس اللي بتعمل للناس، احنا محتاجين نعمل اكشن للايتام، لمرضى السرطان، للفيديو حاجات خاصه. الناس دي لما بتخرج وتشوف فعاليات وتنبسط حياتها بتتغير، بتعرف ازاي تفكر صح، بتعرف ازاي تنبسط، بتخرج من دايره الكيماوي والراديو ثيرابي والبهدله دي. بيبقوا محتاجين اليوم ده اكتر من اي حد. احنا اليوم مش بس زي ما انتم شايفين مش بس اكتيفيتيز بس وسعاده، اليوم العكس في قصص ناس ملهمه زي مريم النجدي، زي الدكتوره فادي عبد الجواد، زي احمد عبد اللطيف، زي عبدول، كل الناس اللي نجحت في حياتها في ظروف صعبه، والناس اللي بتحارب المرض لسه زي عمر شعراوي. كل الناس اللي عدت من موقف صعب بيشوفوا قصص ليهم زيهم، فهم كمان بيصدقوا ان هم يقدروا ينجحوا زي ما الناس التانية نجحت. لازم اجي اشارك، وبصراحه اول ما جيت لقيت يعني في طاقه حلوه كده من الناس، وكل الناس من كل حته وكله منسجم مع بعضه وبيلعب، وبصراحه انا شايفه ان دي حاجه مهمه قوي فرقت معايا انا شخصيا نفسيا جدا. يعني والله هو الايفنت كويس والتنظيم كويس، حاجه كويسه تساعد الشباب ان هي تطلع الطاقه اللي فيها وتطلع، كل واحد عنده موهبه بيطلعها، سواء يعني متحدي الإعاقة سواء عادي سوي، دي حاجة كويسة جدا والتنظيم كويس. يعني هو يوم جميل، في أفكار كتيرة، في جهات كتيرة مشتركة، مختلف التحديات والصعوبات، كل جهة بتقول الصعوبات اللي عندها، التحدي اللي عندها، فبيكون في نماذج مختلفة بتساعدك انك حقيقي تحس قد ايه ان في ناس صعبة وبتواجه الحاجات الصعبة، وبرغم كده بتنجح وبتكبر، فهو يوم جميل جدا حقيقي. لا جميل جدا طبعا، يعني بيجمعنا مع بعض وبنستفيد. جميل جدا بصراحه، ما كنتش متخيله ان هو يبقى كده. لا حلو قوي ان احنا لعبنا بره وبعدين دلوقتي بنحضر مسرح، فلا اليوم حلو قوي.